ونشغل شبكتها. يعني انا لو عندي اي افترض الماده قسمناها لقطع صغيره وجينا شفنا مايكروسكوب صرنا نطلع على الماده هاي وجدنا شغلتها. هذول طبعا نتذكر انهم فيكتورز والفيكتورز بعكس الاتجاه ايش بيعملوا؟ بيضربوا بعض مضبوط؟ فلما هذول الدومينز كانوا باتجاهات راندوم راندوملي يعني كل واحد ماشي باتجاه ما راح يساقوا بعض مضبوط؟ هل راح يقوى ولا راح يضل يضعف بعضه؟ لانه راح تلاقي هذا يمكن هيك وهذا تلاقيه هيك وهذا مثلا هيك. شو محصلة هذول النهائية كلهم؟ نفهم مش هيك؟ لو جيتوا انتوا هون كل واحد صار يحكي لي شغله مختلف ودكتور احنا بدنا هيك وهذا بدي هيك، ما وحدتوا صوتكم على شيء واحد مش هيك؟ شو راح اعمل انا؟ بعدكم هتفوا وبعدين تجتمعوا، مع ما بحس لكم قوة. لكن لو اجينا هذول احنا كلهم هذول وجهناهم بنفس الاتجاه راح احس انه في عندي ماجنتيك، راح تيجي تمسك القطعة هاي تحس انها مغناطيس. مضبوط؟ لو هذول كلهم الان اتجهوا بنفس الاتجاه راح تطلع على القطعة هاي لو صار عندي فول ساتوريشن ووجهتهم كلهم بنفس الاتجاه راح الاقي انه كلهم مثلا اتجهوا بهذا الاتجاه راح يجمع هذول مع بعض هذول فيكتورز. طبعا الدومين مش يعني مولكيول واحده مش زي واحد مجموعه جزيئات جنب بعض بس لهم نفس الاتجاه المغناطيسي. اذا راح نيجي نطلع هذول لما نطلع على هذول الدومينز كلهم وجهوا اتجاههم بنفس الاتجاه الدومينز كلهم راح الاقي انه الماده هاي صار لها نورث بول هون وساوث بول والعكس طبعا اذا كان بهذاك الاتجاه رح يصير نورث بول معناها الفلكس هلا راح يحاول يطلع من هذا الاتجاه ويمشي بهذا الاتجاه. اوكي ماشي واضح الان؟ اذا لكن انا حتى انتقل من المرحله هاي للمرحله هاي بدي ابدا ازيد الماجنتوموتيف فورس بدي ازيد الاف اللي كتبناها اف او ام ان اف وكل ما كان الريلكتنس تبعت الماده اقل راح تساعدني قابليتها للمغناطيسيه واللي سميناها النفاذيه اعلى. لما تكون نفاذيه اعلى معناها راح تساعدني اكثر انها هي تتمغنط بهذا الاتجاه وتتجه بهذا الاتجاه اللي موجود هون. ولو انت جبت ماجنت قطعه مغناطيسيه هي اصلا مغناطيس راح تلاقيهم اصلا هي بطبيعتها كلهم متجهين بنفس الاتجاه. وفي معادن في مجموعه من المعادن نيوديميوم في معادن يعني طبعا مش ما بتكونوا سامعين فيها هي بطبيعتها ماده مغناطيسيه بيستخرجوها من باطن الارض وهذا طبعا كثير من الاجهزه والمحركات الان المحركات الكهربائيه صارت تعتمد عليها. اذا واضحه هاي هلا هدول سميناهم دومينز والدومينز عمالها بتعمل الاينمنت الاينمنت باتجاه معين. والقاعده الاساسيه او القانون الاساسي اللي قلناه من عندي الماجنتوموتيف فورس على الريلكتنس اعطتني الماجنتيك فلوكس، الماجنتيك فلوكس بالتفوق، الماجنتيك فلوكس الشكل اللي بشوفه فيه انه صار فعلا ماجنتيك فلوكس هو الالاينمنت تبعت الدومينز، الدومينز عملت الاينمنت لنفسها بهذا الاتجاه فنتج عنده. لو انا رحت على ماده ثانيه إنها ريلاكتنس اعلى بكثير شو راح ينتج عندي لنفس الماجنتوموتيف فورس؟ اقل مش هيك؟ زي مثلا النحاس، النحاس مش ماده فيروماجنتيك ولا الالاينمنت تبعها صعب جدا من هون. حتى يعني لدرجه انه احنا بنقول انه النحاس ما في فرق بينه وبين الهواء من الناحيه المغناطيسيه، لكن المواد الفيروماجنتيك زي الحديد والكوبالت والنيكل لهم هاي ديربيلتي والديربيلتي هاي بنعبر عنها 60%. اللي بنقول عنها النفاذية. النفاذية هي البرمبلتي هي اللي بتسمح للمادة أو بتساعد المادة إنها تتمغنط. دكتور؟ نعم. دكتور طب بقدر أعكس اتجاهها؟ طبعا تقدر تعكس اتجاهها، كيف بدك تعكس اتجاهها؟ خلينا نرسم الرسمة الأصلية اللي كانت موجودة عندنا. لو أنا هلا مثلا لو أنت فرضا خلصت وتمغنطت المادة وحتى بعد ما شفت التيار وجدت إنها ما رجعت للصفر. وبدك تلغي المغناطيس اللي صار بتعكس الاقطاب بامكانك تعكس تمام الاقطاب، كيف بتعكس الاقطاب؟ شو بتقدر تعكس؟ بتحط الملف على الجهه الثانيه او اذا بتكاش تفك الملف بعد ما صار لك ساعات تعبت وانت تدرس بتعكس التيار. فلو عكسنا احنا يعني احنا بالاول كنا عاملين التيار بهذا الاتجاه مش هيك؟ فالام ان اف صار او الماجنتوموتيف فورس صار بهذا الاتجاه. حتى اعكسه الان كل اللي بقدر اعمله بعكس التيار، فبدل ما كان التيار يدخل معي من هون
ويعطيني هيك من هذا الاتجاه، بخلي التيرن قاعد يدخل معي من هون، فصار اكيد يعطيني بعكس الاتجاه مش هيك، فصار يعطيني هون، فراح يعكس المغنطه الاصليه اللي عملها، وممكن اذا زدتها كثير يعني يمغنطها بعكس الاتجاه. في البدايه راح يلغي المغنطه وبعدين ممكن يرد يعكسها. هذه المغناطيسيه اللي ضلت فيها بعد ما نزلناها للصفر بنسميها ريزيدجوال ماجنتيزم. ريزيدجوال يعني ايش الكلمه العربيه الصحيحه للريزيدجوال؟ يعني شيء متبقي. ريزيدجوال، ريزيدجوال الباقي، رغم اني انا طفيت الكرنت. يعني احنا شو بنعمل هلا؟ نبدا في البدايه ما فيش عندي ماجنتيك فلكس، نرسم الكيرف المشهور. هذا الكيرف مهم. مين الانبوت للسيستم؟ الام ام اف ولا الفلكس؟ الام ام اف. راح نحط الام ام اف. راح احط تي، بس انتم فاهمين تي يعني تيرمز، غير تيرمز. في البدايه كان كل شيء مطفي وما فيش ريزيدجوال ماجنتيزم. وين بديت؟ من اي نقطه؟ او راح نحط هون، عفوا خلينا نحط هون الماجنتيك فلكس، واللي وحده ايش قلنا؟ راح ابدا ازيد هلا. في البدايه وين بديت؟ بديت من النقطه هاي. راح نبدا هلا نزيد من هون. حوقف عند النقطة. شو اللي عمال بيصير هون؟ اشباع. اشباع تمام. هذا هو الساتوريشن اللي بده يصير. لاحظ بس حكينا هي. لو حاولت اكمل كمان شو رح يوصل عندي مرحلة؟ قد ما تزيد انت بالامبير تيرمز او الماجنتيك موتي فور شو هذا الفلكس، خلص ما في شيء الاين اكثر من هيك. نعم تفضل. شو عارف صحيح؟ نعم صحيح. الاي ام اف هون ما بدخل، بدخل في الدائره الكهربائيه هذيك اللي هي الالكتروموتيف فورس، مش هيك؟ اللي هي الفولتج. بس هذاك بدخل في الدائره الكهربائيه، هاي دائره؟ ما بتجاوب؟ نعم. الالاينمنت ايش بيعتمد؟ الالاينمنت هذا على ايش بيعتمد؟ بيعتمد بشكل رئيسي، راح يعتمد على اف، بزيد كل ما زادت اف، كل ما قلت ار، امتى بتقل ار؟ ايش اللي بخلي ار تقل؟ نوع الماده. تمام، اول شيء نوع الماده اللي هي نيوت. فكل ما زادت النيو شو بصير بي ار؟ هاي اول شيء. ايش كمان؟ تيار. لا هو هالتيار دخل هون مضبوط، يعني التيار دخل هون هي عدد اللفات، والتيار دخل هون اصلا بالاف اف اف. بالار شو دخل عندي؟ نيو. طبعا عكسيا يعني نيو واحد عم نيو. ايش كمان؟ كمان اذا الكروس سكشنال اريا كل ما زادت، تخيل لو عندك انبوب مائي بدك هذا، كل ما زاد هذا شو بصير اسهل انك تضخ مي فيه؟ اذا كمان عكسيا مع مين؟ مع الكروس سكشن اريا. الكروس سكشن اريا هي هاي الكروس سكشن من هون. اذا اخذت رسم هندسي لو قصيت هذه من هون وطلعت عليها شو بشوف؟ بشوف المساحه، كل ما زادت المساحه بقل تحت. طيب شو بزيد الار؟ ايش اللي بزيد؟ ال تمام. ال اللي هي هاي المساحه اللي احنا بنسميها ال سي لينث اوف ذا كور. اذا هذه بتيجي عندي طب عدد اللفات، عدد اللفات هي والكارنت هي. اذا حتى ازيد فاي عندي اشياء كثيره العب فيها مش هيك؟ شو بقدر اعمل؟ بقدر ازيد عدد اللفات، بقدر ازيد الكرنت اللي انا ماشيه من هون، بقدر ازيد النيو، اجيب ماده مغناطيسيه النفاذيه تبعتها اعلى، يمكن اجيب ماده صناعيه. ايش كمان؟ ازيد الكروس سكشنال اريا الموجوده هون، او اقلل المسافه اللي بدي امشي. طب دكتور بالنسبه للايتس قبل الساتشوريشن كيف بقدر اتخلص من الساتشوريشن يعني؟ كيف بقدر ارفعها ازيدها؟ ما هو هلا لو انت جبت ماده مغناطيسيه راح تلاقي اعلى، راح تلاقي انه هاي تطلع هيك هون. يعني نوع الماده ممكن تغير الماده، ممكن تغير الماده، بس اكثر هيك بلش تزيد الساتوريشن اكثر من هيك. انت اذا غيرت هاي الاشياء من هون راح يتغير معك الكيرف هذا وين بتوصله، بس لنفس الماده اذا انت ثبتت الماده نفسها خلص راح توصل ساتوريشن معين والدايمنشن تبعتها، يعني اذا ثبتت ار معك خلص ما في شيء اكثر من هيك. وهاي الساتوريشن مهمه جدا في المشين وفي الترانسفورمر، مهمه جدا المفاهيم المهمه جدا في المشين والترانسفورمر. نعم دكتور. هذا بعد ما اذا فصلنا الام ام تمام، هلا راح افرجيك اذا فصلت التيار وين راح نمشي، ما راح نرجع نفس الخط اللي بدينا. هلا لو انا طفيت هذا من هون شوفوا ايش راح يصير. لاحظ السهم، شايفين السهم اللي حطيته هون؟ ايش النقطه هاي؟
قديش قديش الام ام اف عند النقطه هاي؟ ام ام اف صفر. صفر. لكن هل الفاي صفر؟ هذه اسمها ريزيجوال ماجنتزم، هاي نقطه مهمه جدا. يعني هاي بتقول لي انه الماده هاي بعد ما ارجع واشيل عنها الماجنتوموتيف فورس تبعتها ما ترجع لزيرو، هاي خصيصا بكل الخصائص المغناطيسيه المواد المغناطيسيه بضل فيها ماجنتزم. فلو انت نفس الشيء بالبيت رحت جبت البطاريه 9 فولت اللي حكينا عنها، جبت سلك طويل لفيت عدد هائل جدا من اللفات، جبت مثلا ماده زي المسمار او مفك، حتى بتشوفها مرات بالمفكات، مرات بتشوف الفنيين بيعمل هيك بالمفك عشان يصير مغناطيسي، وحطيت عليها تيار لحد ما صار هذا، حطيت هون جبت الكويل تبعك ومررت فيه من البطاريه 9 فولت كرنت، المسمار هذا رح يتحول رح يصير كانه فيرو ماجنت، شيل الكرنت عنه لفتره معينه رح يضل هذا في شويه ماجنت. اوكي؟ هلا هاي مع الوقت ممكن اذا انت ضربت الشيء او سخنته شو بصير بالدومينز هذول؟ يتغير بتلخبطوا، ولذلك احد الاشياء اللي بتخرب الماجنتزم اني اجيب الماده واضربها بشاكوش، لانها شو عم تعمل بضربه الشاكوش؟ بتحرك، عم بتحرك هذول بتلخبطهم راندوم، او التسخين، شو بعمل التسخين؟ بخليهم يصيروا يتحركوا، اذا التسخين والضرب بخرب الماجنتزم اللي موجوده. احنا وصلنا هلا عند النقطه هاي، فكيف ممكن هلا القي هاي الماجنتزم؟ انا نزلت هذا ووصلته صفر ولسه فيه، شو بقدر اعمل؟ ادخل بالسالب. بالعكس، بعكس التيار من هون فبمشي فبنزل عند النقطه هاي. كمان هاي نقطه مهمه اسمها الكويرسيفيتي، قديش انا بدي اضغط على الماده حتى الغي الريزيجوال ماجنتزم الموجوده فيها. اذا هذه هون بنسميها الريزيجوال ماجنتزم، اعرف انكم بتقولوش تقراوها من بعيد، ريزيجوال ماجنتزم مكتوبها كبيره فوق. هاي الريزيجوال ماجنتزم، والمواد لها خصيصه معينه قديش بضل منها بعد ما انزل هذا لصفر، لكن شو صارت الام ام اف هون؟ ماينس تمام، لاني شو عملت؟ عكست هاي عكست هاي عكست الاشاره اللي موجوده هون، هذه النقطه بنسميها الكويرسيفيتي. كويرس في اللغه لما انا بجيب شخص وبعمل له كويرشن يعني بجبره على شيء. يعني بجيب طالب، الطالب هذا ما بده يعمل، في شغله معينه ما بده يعملها، بده يمسح اللوح، بجبره انا بعمل له كويرشن. اذا هون كانه احنا اجبرنا الماده شو يصير فيها؟ الغي الماجنتيك فلكس الاصلي الموجود فيها، فهي بنسميها كوير سيفيتي. كوير سيفيتي قديش كميه الام ام اف اللي بحتاجها حتى الغي الماجنتيزم اللي كانت موجوده في هاي الماده. طيب لو انا كملت الان، انا عكست التيار ورديت شديت عليها، شو راح يصير؟ راح يبدا يزيد الماجنتيك فلكس بعكس الاتجاه، هذول راح يعكسوا هيك مضبوط؟ راح يصير عندي نفس اللي صار عندي بهاي الجهه بصير عندي بهاي الجهه من هون. لما برجع بضل عندي ريزيجوال ماجنتزم بالطريقه هاي. وبعدين برجع بمشي على الكيرف. اوكي؟ هذه بس اول مره بتصير معي لما ببدا من صفر. ايش لازم احط على هذا الخط؟ في شيء مهم لازم احطه على هذا الخط. ايوه هذا اللي تحت. اتجاه السهم تمام. إذن هذا بس بيصير معي لما ببدا انيشالي ببدا من زيرو، وين صارت الدائرة على دائرة الهستريسيس؟ هي هاي هيك المفروض بالمادة هاي تكون هذا سيمتريكال، نفس الشكل اللي بشوفه هون اشوفه بالشكل هذا بس ملفوف 180 درجة، يعني لو مسكت هاي لفيت 180 درجة هذا الشكل بنفضل على هذا الشكل، أنا مش راسمه 100% زي بعض، بس هم المفروض يكونوا زي بعض، واضح هاي النقطة؟ هاي ايش اللوب اسمها؟ اللوب اللي تشكلت معي هون اسمها هستريسيس. تمام، وين سمعت هستريسيس اول مره في حياتها؟ تمام، هستريسيس طبعا هو ظاهره غير خطيه، نادرة في عندي اكثر من شيء غير خطي، هذا كمان غير خطي مضبوط؟ لاني في البدايه كنت احط يزيد معي، بعدين وصلت مرحله صار عندي ساتوريشن، الساتوريشن هي ظاهره غير خطيه. كمان كون اني انا لما بزيد بمشي على خط ولما بنقص بمشي على خط ثاني، هذه كمان اسمها هذه ظاهره غير خطيه اسمها الهستريسيس. الهستريسيس موجوده في مظاهر كثيره بتنقصوا عن هذا الترانسيوسر بتنقصوا باشياء ثانيه. اذا نلخص مره ثانيه، الماده هاي او الدائره هاي اثرنا عليها بام ام اف ماجنتوموتيف فورس. الماجنتوموتيف فورس حسب نوعيه الماده فيها ريلاكتنس، الريلاكتنس هذا بيعتمد على ثلاث بارامترز هون، طول الكور بيزيد الريلاكتنس مع طول الكور طبعا، لانه اذا مسافه اطول
راح يصير اكثر ريلاكتنس، واذا الكروس سكشنال اريا اكبر راح يصير ريلاكتنس اقل، لانه بسمح لي طبعا النفاذيه تبعت الماده كل ما كانت اعلى بتصير ريزيستنس اقل. الام ام اف بيعتمد على ان اي عدد اللفات والكرنت، وطبعا البولاريتي الاتجاه بتعتمد على اتجاه الكرنت، اذا كان طريقه اللف والكرنت بهذا الاتجاه راح يعطيني فلكس بهذا الاتجاه هيك، معناها الدومينز معناها النورث بول راح يطلع كانه من هون والعكس، ولما هذا بتكون عندي فلكس. الفلكس هو الالاينمنت اللي صارت على هذول الدومينز، الفلكس اللي بتكون في هاي الماده، استجابت هاي الماده لهذا الفيلد اللي اثرت عليه فيها، زي ما كانت الريزيستنس لما حطيت عليه فولتج شو تكون خلاله؟ الحاله الكهربائيه تحت الدائره الكهربائيه لما حط كرنت تمام هون كون عندي ماجنتيك فلكس، وقلنا هون في دي نون لينير ريليشن شيب لانه طبيعه هذول البولز الدايبولز هذول او الدومينز اللي موجودين هون ما راح يرجع لصفر من البدايه، راح يضل في ماجنتيزم حتى الغيها، لازم ارد ارجع واعكس حتى الغي الاثر اللي موجود هون، وضليت حوالين اللوب. هاي مساحه مهمه، المساحه اللي داخل هذا اللوب راح نحكي عنها المره الجايه مهمه جدا، لان هاي بتؤدي لخساره في في في, في المشين، راح نحكي عن اسبابها وشو هي هاي الهستريسيس بروسس او الهستريسيس سايكل بروسس. في اسئله عن هاي؟ ماشي، بوقف الفيديو.